السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وفضاء المغتربات. اليوم غادي نقدموا مع بعضياتنا الشباكية اللي هو الطبق الرئيسي في المائدة المغربية في شهر رمضان. غادي نحتاجوا كيلو ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال القرفة، ومعلقة كبيرة ديال النافع. عندي هنايا كاس ديال الزيت او ما يعادل 150 مللتر ديال يعني بالعبار. هنايا عندي اللوز مدقوق والزنجلان مدقوق، يعني تقريبا نص كاس نص كاس، عطاوني كاس. نص كاس من الخل، هنا الزعفران الشعره كبيت عليه الماء طايب باش يطلق ليا، كاس ماء الزهر باش غنجمع العجين، الزبده كاس رجعت على شكل نوازات، تحيت منها الماء اللي فيها كامل باش ما تخسرش ليا العجينه ديالي. عندي هنا بيضه واحده حبه، عندي هنايا بيكين باودر معلقه او ساشي، وهنايا نص معلقه صغيره ديال الملح، وهنايا راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او اللي ما بغاش يستغنى عليها، يعني الناس اللي يدهم ثقيله في التخراط ديال الشباكيه او غيخلي العجينه حتى لغد ليه غادا تفسد ليه، يعني ما خصكمش ديروا خميره ديالكم، يعني تكتفيو ببيكين باودر كافيه كافيه باش تجي العجينه ديالنا هشيشه. على بركه الله غادي نضيفوا حتى هادو لهنايا، غادي نضيف اللوز ديالي والزنجلان. لاحظتوا معايا رجع بحال غادي ندير به املو او شي حاجه بحال هكا. هنا غنحاول هاد العجينه هادي ندخل فيها هاد العقده هادي كامله. غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الزبدة، كنبقى بحال هكا حتى كندخل فيها هاد الزبدة كاملة، ندخلها في الدقيق. الدقيق خصو يكون عندكم شي نوعيه جيده، انا هنا استعملت الدقيق الخاص بالحلويات، يعني ماشي الدقيق اللي توتوزاج، يعني استعمال اللي غنستعملو اليومي للخبز او للرغيفات، او يعني خصك تستعملو نوع ممتاز ديال الدقيق. غنبقى هكا مستمره حتى ندخل هاد الزيت كامله هنايا. لاحظوا معايا كيفاش رجعت العجينه ديالنا، يعني ديك الزيت والزبده حاولت ندخلها في ديك الدقيق كامل ترجعت الشكل ديالها ممتاز. دابا غادي نبدا بالزعفران ديال الشعره، اللي ما عندوش زعفران يقدر يستعمل غير الملون الطبيعي او الخرقوم حتى هو راه تيصلح. انا هنا معايا عندي الزعفران الحر الو استعملته. نضيفوا البيضه ديالنا ونجمعو بماء الزهر، يعني نقدر نكتفي غير بهادشي هذا، نقدر نزيد على حسب. هي العجينه خاصها تكون قاصحه ديال الشباكيه، ما خاصهاش تكون خفيفه. صافي يكون عجين بحال هكا. العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها تقريبا خدات مني واحد 15 دقيقه. دابا غادي نطلقها بحال هكا باش نقطعها قياسات متساويه.
تقريبا هنا قطعتها على 8. غادي نديرهم كويرات ونجيب صاك بلاستيكي ونديرهم فيه. لاحظوا معايا كيفاش معلوكه العجينه. صافي هنا غادي ندير الكويرات. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي كانت عندي كامله درتها في واحد البلاستيك غذائي وخليتها تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه. كتجيني ساهله في الطلاق بحال هكا. لاحظوا معايا خصنا نكونو كنصوبو حتى نقادو باش ما تجيناش مقاداش. كتجيني جميع النواحي مقاده باش ملي كندوزوها في الماكينه كتسهل علينا. اللي ما عندوش الماكينه يستمر غير بالدلاك اللي عنده. انا غادي نعاود نديرها في الماكينه. لاحظوا معايا غادي نطويها بحال هكا. غادي نطويها بحال هكا وعاود نطويها هكا هنا باش كتعطينا ديك التوريقه اللي كتجي في الشباكيه كتجي مورقه. غنديرها هنا. انا خدي وحده اخرى غادي هنا كيف كتلاحظوا معايا غادي نوليو نطلقوها مره ثانيه العجينه ديالنا. هكا كتجينا ساهله في الخدمه. دابا غادي نقطعها على زوج هكا. غنطلق كل وحده بوحدها وغندوزهم في الماكينه ديالي في رقم 3. الرقم الاول غندوز فيه هو رقم 3. كيفاش كتخرج معايا غندوز الثانيه حتى هي في رقم نزيد دقه شويه ندوزها في رقم 3 حتى هي. لاحظوا معايا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندوزهم كاملين في رقم 3 ومن بعد غندوزهم في رقم 6. وهنايا بعد ما دوزت الكميه اللي عندي كامله دوزتها في رقم 3 ومن بعد دوزتها في رقم 6 كنحصل على هذا الشكل بحال هكا. لاحظوا معايا بحال الصبع ديالي تيبانو من تحت منها رقيقه رقيقه بزاف. هنا تنحاول نحيد ليها هاد الجوانب هادو. وغادي نحاول نقطعها هكا على واحد العرض ديال سنتيم تقريبا. لاحظوا معايا واحد اخر. انا اليوم غادي نوريكم جوج طرق وبجوج ساهلين يعني في الاستطاعه ديال اي حد انه ينوض يصور بالشباكيه ما غاديش تبقى تجيه صعيبه. لاحظوا معايا
هنا غادي نقطع بحال هكا، غادي نحيد الصباني هكا، هذا عب ياك، ونعاود نرجع المره اخرى. الثاني حتى هو بحال هكا، والثالث حتى هو كنخلي بحال هكا. لاحظوا معايا هنا كنجي الوسط هنا وكنقطع بحال هكا، هنا غادي ندير لها بحال هكا. انا غادي نقادها لكم بالعرض البطيء وغادي تشوفوها مزيان. لاحظوا معايا هي جايه قاده هكا، غادي نتكيلها هنا في الوسط ديالها، لاحظوا كيفاش كتجي شكل بابيون، وهي الشباكيه ديالنا حتى هي غادي نقليوها. لاحظوا معايا كيفاش كتجي هذا القطيف. نعاود وحده اخرى مع بعضياتنا، لاحظوا معايا هنا تنخليها هكا. نعاود نرجعها مره اخرى، يعني ما خصهاش تكون لاصقه مع بعضياتها. ثانيها الاصبع الثالث، ودابا الاصبع الرابع. تنجي لهنا لهذا اللي بقى ليا هنا في الوسط وتنقطع، تنقعدها بحال هكا. لاحظوا معايا كيفاش كتجي، نحاولوا نضغطوا لها على الوسط ديالها بزاف. دابا غادي ندوزوا للطريقه الثانيه، وحتى هي سهله يعني استطاعه ديال الجميع انه يديرها. انا كنخدم بهم بجوج، وغادي ندير منهم شكيلات بجوج باش نزوق بهم الشباكيه ديالي. هذه حتى هي سهله بزاف، لاحظوا معايا انني كنمشي المرلوله تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال السنتيم، المرلوله الثانيه الثالثه الرابعه خمسه، انا هنا غندير لكم غير خمسه. لاحظوا معايا حتى هي سهله، انا كنضغط عليها هكا، لاحظوا معايا كيفاش تتكون. نعاود وحده اخرى مع بعضياتنا، أول ثاني ثالث رابع والخامس، وهنا نقطع بالشرارة ديالي. لاحظوا معايا كيفاش كتجي، وحنا من بعد ما سالينا الكمية كاملة درت الزيت سخنات. انا كنجربها بواحد الطريف ديال العجينه باش كنشوفها واش سخنات. عندي هنايا العسل هو دا واجد، والزنجلان باش نزوق. صافي كنتسنى غير غادي تسخن، كنخلي العافيه متوسطه النار متوسطه، وكنبدا نحط العجينه ديالي. وهذه هي الشباكيه اللي وجدنا مع بعضياتنا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله عليها، كتجي رائعه رائعه وبنينه. كنتمنى انكم تجربوها في ديوركم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء الى عجبتكم الوصفه. واللي كيشوف القناه اول مره ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد، وإلى حلقة قادمة مع قناة وفضاء المغتربات.